بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله إحنا في الفيديو ده هنتكلم على الجينوم السمبلي. يمكن أول سؤال بيطرح نفسه، يعني هو what is genome assembly؟ هي عملية من reconstructing the genomic sequence from sequencing fragments. يعني أنا عندي fragments طبعا من السيكونسر، والفراجمنتس دي أنا عايز أعملها reconstructing عشان أوصل للجينوم بشكل كامل. عامة بشكل عام أنا عندي تكنولوجي موجودة للسيكونسنج. التكنولوجي دي مفترض واحد ما بين إنها ممكن تقدر تديني شورت ريدز، ممكن 100 بيز بير لحد 1 ميجا بايت بيز بير، اللي هو يعني تقريبا مليون. طيب، على الرغم من إن أنت ممكن تكون متخيل إن إحنا دلوقتي وصلنا ل 1 ميجا بيز بير، اللي هو فراجمنت واحدة تقدر تديني مليون بيس بير كفراجمنت واحده، الا ان ده مش كافي ومش بيديني الابروش اللي انا عايزه، ان انا اوصل اعمل اسمبلي للجينوم بشكل كامل من غير ما يكون في اخطاء. على سبيل المثال انا عندي الجينوم، الهيومن جينوم، في عندي واحد من الكروموسومات طوله 47 مليون بيس بير. 47 مليون بيس بير، يعني انا محتاج 47 مره من ال 1 ميجا بايت اللي موجوده عندي اللي انا بقدر اطلعها. فبالتالي ده ممكن بيخليني دايما لما اجي اعمل جينوم او اعمل جينوم سيكونسنج واوصل لهول جينوم سيكونسنج واعمل اسمبلي، دايما بيكون عندي جابس كبيره. تمام. فدي لحد دلوقتي مشكلة احنا لسه ما وصلناش، او يعني التكنولوجيا اللي موجودة لسه ما وصلتش لها الحل، انها ازاي تعمل whole genome assembly بشكل كويس. يمكن هنا بيوضح لي، بيقول لي يعني ايه جينوم assembly. هو بيديني هنا مثال زي المثال الموجود على يمين الصورة او يمين الشريحة ده. بيقول لي ان انا عندي زي مثلا باكيت من الجرايد ده، او زي ما بيسموه، يعني المفروض ان انا بعمل له فراجمنتيشن او شيرنج، بحيث ان انا اوصل يبقى عندي راندوم فراجمنتس زي اللي احنا شايفينها، زي كومه الاقصائص اللي هو جايبها في الرسمه دي. وبعدين المفترض ان انا اوصل من شويه الفراجمنتس دي الكتيره قوي دي اللي بتوصل ل مليونز اور بليونز اوف ريدز، ان انا اوصل ل هول جينوم، ان انا اوصل للجينوم تاني في شكل النيوز بيبر اللي انت شايفها دي، او الجريده اللي انت شايفها. طيب، هو يعني انا مش بتعب نفسي عشان اعمل كده، هو الفكره هو بس مش اللي عايز يقول لك ان انا بيبقى عندي سامبل دي عملت منها دي ان ايه، وبنفترض ان انا طبعا انا ما عنديش هنا ريفرنس جينوم، ولا ما حدش عمل سيكونسنج للجينوم ده قبل كده، فبالتالي انا بعمل دي نوفو اسمبلي، فبالتالي ما عنديش حاجه امشي عليها. فبالتالي انا جبت الدي ان ايه حصل له فراجمنتيشن، لانه مش عشان يحصل له سيكونسنج لازم يحصل له فراجمنتيشن، ولما بيحصل الفريجمنتيشن دي بعد ما بيطلع عندي من السيكونسر، المفترض ان انا كومبيتيشنالي ان انا اقدر اجمع السيكونسز دي تاني عشان اعرف السيكونس بتاعت الجينوم بتاعي بشكل كامل ايه هي. كمثال اخر يعني عشان يوضح لك الصوره، وان الموضوع مش بالبساطه اللي ممكن تكون حد متخيلها، يعني ان انا اجمع الجينوم ده حاجه سهله. هو بيقول لي ان انا لو انا عندي بازل هنا مثلا زي البازل اللي قدامنا ده، المفترض ان انا هعمل اسمبلي للايتمز الصغيره جدا دي، او الحاجات الصغيره جدا دي، عشان اعمل لها اجمع الصوره بشكل كامل، في حين ان انا ما عنديش اصلا صوره امشي عليها، يعني انا ما عنديش حاجه امشي عليها عشان ابص واشوف الترتيب ده ممكن يكون ازاي. مش بس كده، لا، انا عندي مشاكل اكبر كمان في ان انا عندي كميه كبيره جدا من البارتكلز، او من الايتمز اللي انا او البيسز اللي انا بستخدمها. دي نمره واحد. نمره اثنين، ان انا بيبقى عندي دامجد بيسز، يعني في بيسز او في قطع بتكون اتكسرت او مش نافعه او مش قادر استخدمها. الصوره نفسها وانا بكونها بلاقي فيها مالتيبل كوبيز، وبلاقي فيها ريبيتس كتير جدا 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 جدا، ما بقاش عارف الموقع بتاعتها. في قطع بفقدها، بيبقى في ميسنج بيز، وزي ما قلنا بيبقى في ريبيتيتيف ريجونز كمان. فبالتالي كل ده بيدخل في
بيعمل لي مشكلة كبيرة جدا في إن أنا أعمل جينوم أسيمبلي بشكل سلس. عشان أعمل جينوم أسيمبلي على الرغم من كل المشاكل اللي إحنا قلناها دي، لكن ما فيش مانع إن إحنا نحاول إن إحنا نوصل إن إحنا نعمل جينوم أسيمبلي ونوصل ل whole جينوم كامل لكائن ما. في حاجات كتير لازم تاخد بالك منها وانت بتشتغل، زي الجينوم سايز. ويمكن لما اجي اتكلم هنا على الجينوم سايز مثلا هلاقي في جينومات لفيروسز وبكتيريا بقت سهل ان انا ممكن اعمل لها جينوم اسمبلي، او مش هقدر بقى ان انا بعمل جينوم اسمبلي، هي هيتعمل لها جينوم في خطوه واحده، لان انا مش محتاج اعمل اسمبلي، لانها انا دلوقتي زي ما قلنا في اول شريحه ان احنا عندنا ممكن اوصل بالنيو تكنولوجي اللي موجوده في السيكونس ان انا اعمل فراجمنت واحده عباره عن 1 ميجا بايت بيز بير، اللي هي تعتبر ممكن تكون اكبر في بعض الاحيان من جينوم بكتيريا ما، فبالتالي هيبقى الموضوع بقى سهل بالنسبه لي. فزي ما قلنا لما اجي اعمل الجينوم اسمبلي لازم حاجات اخد بالي منها، لما واحد زي ما قلنا الجينوم سايز. الحاجه الثانيه هي الجينوم هيتيروزايجوسيتي والبلويدي، هل الجينوم ده هابلويد ولا ديبلويد. السيكونسنج كفرج، ويمكن برضو دي نقطه مش هنكون محتاجينها لو احنا بنعمل لاسمبلي او جينوم سيكونسنج الجينوم زي الفيروسز، لان انا مش هيبقى عندي زي ما قلنا هو 1 ريد او 1 فراجمنت هتطلع عندي، فبالتالي هيغطي، مش محتاج ان انا اغطي ولا اشوف ريدز ولا اشوف كفرج ولا اشوف اي حاجه من الحاجات دي. لكن كمان لازم اخد بالي في من الايرور الموجوده في الريدز، لازم ابص على الريد لينس والريبيت كونتنت والرننج تايم اند ميمور اوف اسمبلي استراتيجي. كل دي حاجات لازم اخد بالي منها وانا جاي اعمل جينوم اسمبلي. طيب في البداية خلينا نشوف بعض المصطلحات اللي احنا ممكن نقابلها خلال سواء المحاضرة دي أو الجزء البراكتيكال الخاصة بالجينوم اسمبلي. هناخدها من خلال ان احنا يعني الفكرة نفسها بتاعت الجينوم اسمبلي، ان انا عندي زي ما قلنا مالتيبل كوبيز اوف جينوم، الجينوم ده انا هيحصل له شيرد راندوم فراجمنتس، يعني هيتكسر يعني او هيتقسم ويبقى عبارة عن فراجمنتس صغيره نتيجه السيكونسنج نفسها، عمليه السيكونسنج نفسها. وبعدين انا بعمل فراكشنايز فراجمنتس، باخد السايز اللي انا هستخدمه، وبعدين السايز دي بتبقى عباره عن ريدز بعمل لها سيكونسنج. ايه السيكونسنج دي او الريدز اللي خارجه عندي دي انا المفروض ان انا ببدا اجمعها اعمل لها اسمبلي في حاجه اسمها كونتيك، اللي هي بتبقى اكبر شويه اكبر بكتير يعني شويه من الريدز، تجميع للريدز نفسها. وهنتكلم فيما بعد الشرح اللي جايه على عمليه التجميع دي، الالجوريزمز اللي بتستخدم عشان اعمل اوصل للكونتيك او الكونتيكس دي. بعد كده انا بعمل اسمبلي للكونتيكس دي في حاجه اكبر، سواء ان انا بعمل لها بستخدم اللي هو المات بيرنج او الاورينتيشن عشان اعمل اجمع الكونتيكس دي، اللي هي مثلا لو كونتيك 1 كونتيك 2 في سكافولد. السكافولدز دي هي قطع أكبر ومكونة من مجموعة من الكونتكس. وبعد كده بحاول أعمل فيلنج للجابس اللي هي مليانة بالإنس أو النات دي، عدد اللي هي الجابس اللي ما مش عارفين هي ما بينها البيز بير اللي موجودة جواها هي إيه. وفي النهاية ببدأ أجمع السكافولدز دي عشان أوصل للكروموسوم يعني بشكل كامل. تمام، دي مصطلحات احنا هنشوفها واحنا شغالين، الريدز الكونتكس والسكافولدز طبعا الكروموسوم. تمام، يمكن هنا بيقول لي الكونتك هو كونتينوس ستريتش اوف اسمبلد سيكونس، والسكافولد هو اوردرد سيت اوف كونتكس ويز جابس بليست بتوين، يعني عباره عن كونتكس مترتبه جنب بعض اورينتد لبعض يعني، بس ما بينهم جابس مليانه بالان. هنشوف الهيستوري بتاع الجينوم اسمبلي بدا ازاي. طبعا هو الجينوم اسمبلي مرتبط بالسيكونسنج اصلا. فبدايه اول عمليه السيكونسنج كانت اللي هي السانجر سيكونسنج،
ودي كانت أول طريقة ظهرت زي ما احنا شايفين على على يسار الشاشة كده أو الفيديو يعني. هنا هو كان بيستخدم الأجاروز جل عشان يعمل سيكونسينج لقطع من أو فراجمنت من الـ DNA. يمكن أقصى حاجة وصلت لها الميثود دي هي حوالي 1000 بيز بير. يمكن هو يعني بيستخدم نوع من أنواع التيرمينيشن أو من الموديفايد التي والاي والجي والسي عشان يعمل بيها نوع من انواع التيرمينيشن للسيكونسنج. وبالتالي بعد في خلال مثلا 4 تيوب، وبعد كده بيعمل عشان الكتروفريسز للتيوبس دي الاربعه دي على على جل، على روز جل، وبعدين يبدا يقرا الجل ده من فوق لتحت. فبالتالي يبقى انا عندي الترتيب بتاعي لو انا ماشيين كده هيبقى تي تي اي جي اي سي 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 جي وهكذا لغاية لما يوصل لنهاية الجل، ويبقى هو كده عمل سيكونسنج للفراجمنت اللي عنده. أقصى حاجة زي ما قلت كانوا يوصلوا لها هو تقريبا 1000 بيز بير. يمكن بعد كده اتطوروا وعملوا الكابيلاري سيكونسنج، ويمكن هي ماشية بنفس الطريقة، ويمكن دي الطريقة اللي استخدمت في جينوم الهيومن جينوم سيكونسنج. بسايد السانجر سيكونسنج اللي استخدموها كان في البكتيريا الارتفيشال كروم او بيسموها الباك، ودي كانوا بيدخلوا الفراجمنت بتاع الدي ان ايه جوه بكتيريا او جوه بلازميد وتبدا عمليه السيكونسنج. عشان كده هتلاقوا يمكن في الناس بعض الناس لما بيجي لها السيكونس بتاعتها زمان، يعني كانوا بيعملوا حاجه اسمها فيك سكرين. الفيك سكرين دي كانت تول بتستخدم عشان تشوف اذا كان في كونتامينيشن في السيكونس بتاعتك ولا لا، نتيجه انها حصل لها سيكونسنج جوه نوع من انواع البلازميد، فممكن يكون دخل او حصل كونتامينيشن للسيكونس بتاعتك عن طريق البلازميد اللي كانت محطوطه جواه. فدي كانت احد طرق السيكونسنج اللي موجوده قبل كده. بعد كده اتنقلنا للشورت ريد سيكونسنج، ودخلنا في مرحله جديده خالص، وبقى عندنا حاجة زي الإلومينا بلاتفورم اللي كانت بتستخدم الفلوسل عشان تعمل دي ان ايه فراجمنتس من تبقى شورت ريد من حدود مثلا من 100 زي ما قلنا حوالي 500 بيز بير، ولكنها بليونز اور مليونز اوف ريد. بعد كده اتنقلنا لمرحلة تانية من الشورت ريد للونج ريد زي الباسيفيك بايو ساينس والاكسفورد نانو بور تكنولوجي، ودي كانت مرحلة جديدة في إن أنا أوصل ل لونج ريدز. وبالتالي إحنا اتنقلنا من مرحلة إن أنا مجرد إن أنا أقدر أعمل سيكونسنج لفراجمنت من الدي إن إيه، لمرحلة تانية إن أنا أوصل لمور ريدز. بدل ما كان عندي مجرد هو فراجمنت واحدة أنا بقدر أعملها، بقى عندي مليونز أو بليونز أوف ريدز اللي أنا ممكن أحصل عليها في نفس التوقيت وبفلوس يعتبر يعني أقل في التكلفة وسرعة أعلى، إلى إني إن أنا بقيت قدرت أوصل لي أتحكم أو أنا أعرف أوصل لي إن الريد لينس بتاعتي تبقى عالية، وبالتالي هيسهل عليا في فكرة إن أنا أعمل جينوم السمنة. ويمكن هنا في السلايد دي هو بيديني هيستوري اوف جينوم اسمبلي، كانت الدنيا ماشيه ازاي يعني من سنه 65 لحد 2020، كل البروجكتس اللي اشتغلت و على 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 الهيومن او على ايا كان الكائن اللي بيشتغلوا عليه، وعدد البيس بير اللي تم تجميعها يعني في كل كان لحد ما وصلنا من سنة زي ما قلت من 65 لحد 2020. طيب اللي وصلنا له في الآخر إن إحنا بقى عندنا في بلاتفورم تقدر تديني لونج ريد، لكن وهي بقت الدوميننت بلاتفورم اللي أنا بقدر أستخدمها، وبقت أكثر استخداما مثلا من اللومينا ريدز لأنها لومينا شورت، لكن اللومينا رغم قصرها لأنها كانت الاكيورسي بتاعتها اعلى والايرور ريت اوف ريدز اقل. فبالتالي انا بقى عندي اقدر اعمل كومباينيشن ما بين اللونج ريد
اللي هي بتديني سهوله في التجميع، مع فكره الجمله اللي هي الشورت ريد، ان انا اقدر اعمل امبروفمنت للونج ريدز اللي موجوده عندي. تمام. مع البلاتفورمز اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نوصل للونج ريدز زي الباك بايو سيكونسر او الباك بايو سيكونسنج. كم مش عايزين ندخل في تفاصيل كل بلاتفورم يعني بتشتغل ازاي، لكن يعني ببساطه يعني مثلا خلينا في الباك بايو، يمكن ده المهم عندي. والباك بايو هو النانو فور، دول هنتكلم عنهم اكتر. يعني الباك بايو سيكونس هنا بيعمل بياخد 1 مولكيول، ال 1 مولكيول ده بيركب مع عليه ادابتر. الادابتر ده بيخلي المولكيول عندي سيت بار، بيركب من ناحيتين زي ما احنا شايفين هنا، بيركب اللي هو البرايمر مع البلومريز على الادابتر ده، ويبدا تحصل عمليه السيكونسنج. مع كل بيز بير بيحصل لها سيكونسنج من خلال البلومريز اللي بيعمل ادنج للبيز بيرز دي. تمام. بيبدا يعمل زي فلاش لايت كده او فلورسنت، فبالتالي يبدا تلقطها الكاميرا، تطلع عندي اربعه كلرز فلاش ريال تايم اس بلومريز اكتس كل ما البلومريز يشتغل عليه. زي ما احنا شايفين هنا في عمليه السيكونسنج بتبقى عباره عن سيركلر كده دايره، بتبدا البلوميز ده يشتغل 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 لحد ما كل يشتغل اكتر، كل ما يلف اكتر كل ما يطلع ريدز اكتر، وبالتالي يديني الفول لينس بتاع الفيول، واللي بنسميه في الاخر هاي هاي فاي ريد. تمام. وبتكون نسبه الاكيورسي بتاعته عاليه. طيب الاثنين بعد كده نشوف ايه هي الادفانتج بتاعت الباك بايو سيكونسنج والاسمبلي. هي ان انا بحصل على لونج ريدز فيو سيستميك ايرورز، بيشوف بيعمل ديتكت لي سم بيز موديفيكيشن ومور اكيورسي. طيب لكن ايه هي الديس ادفانتج بتاعته؟ اللي هي الهاي ريت والهاي كوست. بيوصل معايا الباك بايو لحوالي 10000 كيلو بيز بير ريد لينس، ممكن يوصل اب تو 10 جيجا بايت في الفلوسات الواحده او في الراوند الواحد. الحاجه اللي بعد كده عندي هي النانو بو سيكونسنج، وهنا بيستخدم نوع من انواع البو. ممكن انا في فيديو مش عارف هنشوفه مع بعض يعني بيشرحه بمنتهى البساطه، يعني شكله ألذ شويه، هتفهم الفكره بتاعت النانو بو بتشتغل ازاي. يعني نشوف الموضوع كده. ده شكل الجهاز بتاع النانو بول. تمام. هنا حطيت الموكيل بتاعك بتاع الانزوليتد دي ان اي اللي انت شايفه يعني. هنا الكيو بتاعي هيدخل جوه البول زي ما احنا شايفين كده. تمام. البول دي بتبقى متخللة أو هي متخللة الممبرين. كل ممبرين كل ما السيكونس بتاعتي بتعدي من جوه البول دي، في الكتريك كارنت موجود بيبدأ يسجل الاختلاف ما بين البيسز ببعضها، وبالتالي يقدر يعمل لي في حدود حوالي 400 بيس بير في الثانية الواحدة. ده شكل زي ما احنا شايفين كده فكرة النانو تور. وادي الستاند بتاعي ده، وادي الدي ان اي سيكونس اللي عندي، ودي شكل السيل الفلوس اللي موجودة جوه الجهاز. وادي شايفين قد ايه حجم الجهاز سرعة. نرجع للمحاضرة بتاعتنا. يمكن هو ده نفس الشكل اللي هو بيتكلم عليه، في عندي سامبل كارنت وبيديني بتعدي من جوه البورد اهيت، ويبدأ يسجلها في على الجراف ده، وبعد كده تترجم دي سيكونس. يعني طبعا من اهم او اكبر ادفانتج عند النانو بول تكنولوجي دي هو حجم الجهاز نفسه.
طبعا زي ما احنا شايفين حاجه يعني تتشال زي ما هو قدامه كده، ده الميجابايت. تخيل قد ايه ممكن يبقى تشيل في جيبك، يعني تبقى ماشي بتعمل سيكونس لاي جينوم عندك بمنتهى السهوله ورخيص، ما هوش غالي، تمام. زي ما انتم شايفين هنا البروبابيلتي اند لو كابيتال كوست، الكوست بتاعته ما فيهاش مشكله خالص. الريد لينكس تقريبا حوالي ممكن يخون يعني تقريبا حوالي 1000 دولار يا اما 10000 دولار، يعني 1000 ل 10000. ريد لينس اب تو ريد لينسز اب تو 1 ميجا بايت 1 ميجا بيز بير بيز موديفيكيشنز سيكونس ار ان اي دايركتلي، تقدر تعمل عليه ار ان اي مباشره، مش هتحتاج تحول سي ان اي. الديس ادفانتج هي الهاي ايرور ريت والسيستميك ايرور اراوند هوم اوبريتورز، تمام. بعد كده في هيتين اللي طريقة تانية اللي هي الريد كلاودز او اللينكد ريدز، دي هي 10 اكس جينومكس. برضو احنا في الاخر بما عايزين نوصل ل لونج ريد، وبعد كده في عندي الهاي سي، دي برضو طريقة تانية ممكن برضو نشوفها. لو الهاي سي ده شكل الهاي سي Proximo high C. And so on. We start with intact tissue from plants, animals, and human samples, or cultured cells. Chromatin is packaged into three-dimensional structures that retain a relationship between genomic and physical distance. Sequences that are closer on the same chromosome are also closer in physical space. Our method exploits this relationship linkage to proximity to enable whole chromosome scaffolding to the DNA sample cross-linked with the DNA sample present inside the cell. Cross-linking trap sequence interactions across the entire genome and between different chromosomes. Cross-linked DNA is fragmented and في الاخر او في النهايه كل اللي انا عايز اوصل له هنا هو ازاي ان انا اعمل بشكل سريع واقل في التكلفه واطول في الريد عندي. اخر حاجه عندي في التكنولوجي اللي موجوده هي الاوبتيكال مابينج، هي برضه نفس حاجه ايزوليتد مولكيولار دي ان اي، وبعدين تعملوا ليبرنج على المناطق الريكوجنيشن سايت باستخدام الريستريكشن انزايم، وبعد كده ببدا باخد عمليه ايمجنج للليبل دهيت، تمام. والايمجنج دي ببدا احولها كومبيتيشنال لمولكيولز او ريدز، وابدا اقرا ريدز ايه ده بيستخدم في برضه ان انا اوصل للونج ريد. الشريحه الاهم هنا هو ان انا بقارن ما بين البلاتفورمز والكوستس وكل حاجه والابلكيشن بتاعتها والبايو والبايو فورماتيك تشالنجز. هنا خلينا نتكلم على الباك بايو سمارت اللي احنا شفناها دي، ستريم سنجل مكيول بتديني حوالي 10000 كيلو بيز بير، تمام. ممكن توصل ل 100000 او 100 كيلو بيز بير، يعني 100000 برضه. بتستخدم في دينوفو اسمبلي وفي انستراكشن فاريانت ديكشن الجين ايز فورم ريزوليوشن والجينيتك موديفيكيشن. الاوكسفورد مونوبور نفس الفكره برضه، سنجل مونوبور 10000، هنا بتوصل لحوالي 1 ميجا بيز بير، تمام. هي مور اكسبنسيف زي شورت فيوز طبعا، كلهم مور اكسبنسيف زي شورت فيوز، لكن في المقارنه هم الكوست بتاعتهم بتقل عن قبل كده. طبعا نفس الفكره دي نوفو اسمبلي والجينيتك والجينيتك موديفيكيشن. عندي برضو ال 10 اكس جينوميك اللي احنا اتكلمنا عليها، لينك هي اللينك ريدز برضو في الدنوفو اسمبلي. وهنا التشالنجز اللي بتقابلك كبايو انفورميشن وانت شغال بالاستراتيجي دي او بالتكنولوجيز دي. بعد كده في السلايد دي اكزامبل اوف لونج بروجكت ورك فلو، يمكن هنا هو جايب اكتر من تكنولوجي زي الباك بايو وال 10 اكس جي والبايو نانو والهاي سي اللي احنا اتكلمنا عنهم، ازاي احنا ممكن نعمل زي كومباينيشن ما بينهم عشان نقدر نوصل لجينوم اسمبلي. بعد ما بعمل كاونت الكونتينجز من الباك بايو وبشتغل بيه بعمل سكافولدنج مثلا عن طريق البايو نانو او كده،
المفترض ان انا بعد كده بعمل حاجه اسمها الجاب فيلنج او البولشنج، وهي ان السكافولد اللي اتكونت من الكونتكست دي بيكون ما بينها جابس. الجابس دي انا محتاج عندها زي ما قلنا هي سيجمنت في الاساس في الاندز او الاند دي اللي هو ان 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 كده تمام. ممكن استعمل بقى الشورت ريدز في المناطق دي ان انا اقدر اعرف اوصل دي المناطق اللي فيها الجابس دي واقدر بعد كده بعمل كيوريشن وانوتيشن. وطبعا الانوتيشن ده في الموديول اللي جاي او في الجزء الثاني من الموديول ده، وبالتالي اقدر اوصل لي فاينل اسمبلي. في الاسمبلي عندي تو ابروتشز او تو الجوريزمز بتستخدم. اول واحد فيهم هو الاو ال سي او الاوفر لاب لي اوت كونسنسس، والثاني واحد هو الدي فيرجن. مبدئيا كده الاو ال سي ده بيكون كومبيتيشن اكسبنسيف، ولكنه بيستخدم في الغالب مع اللونج ريدز لانه اسهل في التعامل بالنسبه لي اللونج ريدز. ويمكن احنا هنستخدم سوفت وير زي ما هو جاي كده اللي هو الكاني، هنستخدمه مع الباك بايو بلاتفورم لانها زي ما احنا عارفين انها بتطلع لونج ريدز. الجزء الثاني هو البيرجن جراف او البيرن جراف، وده بيعتمد على الكيمر ويستخدم اكثر في الشورت ريدز ان هو بيقسم الريدز الكيمرز وبعدين يبدا يجمعها في جراف ويعرف الباث بتاع الجراف ده عامل ازاي. يمكن هو يمكن المفروض ان احنا مش هنخش بالتفاصيل في الجزئيه دي، ولكنه جايب عليه اكسرسايز في البراكتيكال ما اعرفش ليه يعني، او ان هو ما شرحش حاجه فيه هنا. بس خليني اقول ان يعني الطريقه اللي بيمشي بيها يعني صعب الشرح من غير لما تكون عندك زي ورقه وقلم او سبوره او حاجه عشان نبدا نشرحها يعني او الناس تفهمها بشكل اسهل. ولكن خلينا نقول ان الريدز اللي هي موجوده دي او الكاميرز اللي موجوده دي يعني كان حجمها بتبدا تتقسم تو ايدجز رايت اند ليفت ايدجز، وكل ايدج منها بتكون نود، والنود دي بتنقل بعديها للريد اللي بعدها او الكاميرا اللي بعديها واكون نود ثانيه. ولما بلاقي تو نودز متشابهين بشيل واحده منهم واسيب الثانيه، وبعد كده بعمل المسار بتاعي. ده باختصار يعني البيرن جراف ده بيكون شكله عامل ازاي. طيب ايه العقبات اللي دايما بتقابلني في مرحله الاسمبلي دي؟ هي منها الريبيتس. الريبيتس دي بتسبب لي مشكله كبيره جدا، بتخليني يعني اوصل لمرحله ان انا اكون كونتيجز متقطعه زي ما انتم شايفين في الشكل دوت بسبب الريبيتس دي اللي بتخليني يبقى في فواصل ما بين الكونتيجز وبعضها تمام. لكن اقدر اتغلب عليها او احنا قدرنا نتغلب عليها يعني كمجتمع علمي يعني في اللونج ريد اللي بدات تتخطى وتعمل سكيب للمناطق اللي فيها ريبيتس كتيره. مش بس الريبيت هي العوائق، ولكن الهيتيروزايجوستي والسيكونسنج ايرورز دايما بتعمل لي مشاكل في اثناء عمليه الاسمبلي بتاعتي. طيب ازاي اقيم الاسمبلي بتاعي ده، وازاي اعرف احدد اذا كنت انا وصلت الاسمبلي كويس ولا لا؟ من خلال يعني في زي اسمبلي ستيتس كده اقدر استخدمها او اعرف منها التوتال لينس. هل التوتال لينس اللي موجود عندي ده قريب من الجينوم سايز اللي بتوقعه ولا لا؟ النمبر اوف سيكونسز اللي هي الكونتكست والسكافولدز، الافرج لينس، اللارجست والسمولست كونتكست اند سكافولدز، والان 50. الان 50 دي من الارقام المهمه قوي عندي، وهنشوف في البراكتيكال لما بتطلع ازاي بنستخدمها يعني او تفسيرها ايه يعني. طب هو اصلا يعني ايه الان 50 او الان 50 دي اللي هو ان 50 ايكوال اكس؟ اكس دي اللي هو الرقم اللي هيطلع يعني. بيقول لي ان 50% من الجينوم is in sequences larger than the extent. فبالتالي لو ال M 50 مثلا بتقول ان ال X عندي مثلا دي حوالي 10,000 base pair تمام،
فانا اقدر اقول ان كل السيكونسز اللي عندي 50% من السيكونسز اعلى من ال 10,000 بيز بير. تمام؟ يعني هي بتتعمل ازاي؟ هي لها حسبه بطريقه معينه. انا ببدا اعمل اوردرنج للكونتكس اللي موجوده عندي، وابدا اعمل سميشن لكل البيزز اللي موجوده من اول الكونتكس دي لحد ما اوصل 50% من السميشن بتاعه الكونتكس كلها. يعني انا مفترض زي ما هو جايب كده مثلا، دي الكونتكس بتاعتي. تمام؟ فابدا اعمل سميشن كده كل الكونتكس من واحد اللي عندي 50. لما توصل لعند ال 50% كسميشن، هو دي الكونتج ال 50، يكون 50% من الجينوم، من الجينوم بتاعي. يعني هو ضارب مثال على الهيومن اسمبلي مثلا، او جينوم اسمبلي. الام 50 دي المفترض انها مثلا لو طلع 1 ميجا بايت بيز بير، او اسف 1 ميجا بيز بير، معناها كده ان الاسمبلي بتاعي ده مش مظبوط، وان انا ما وصلتش لحاجه. يعني على الاقل هو بيقول ان 50 في هيومن سامبل، هيومن جينوم، ان المفروض ال NFT تكون 50 60 ميجا بايت، 60 ميجا بيز بير. تمام؟ بعد كده عندي ال NG50 سكيل دي باي ذا اكسبكتد جينوم سايز، تحسب بناء على الجينوم سايز اللي عندي والجي سي عندي، اسف الجين كونتنت. طيب الخطوه اللي بعد كده، بعد ما كوننا الكونتكس، هو ان انا اعمل اوردر اند اورينت اوف كونتكس تو لارج ستراكشر. هي دي خطوه اللي بعد كده. بعد ما انا كونت، انا عندي ريدز، الريدز دي كونت منها كونتكس، الكونتكس دي هي اللي المرحله الثانيه اللي انا هاخدها معايا واكون بيها سكافلز، عن طريق ان انا بعمل اورينتيشن للكونتكس دي وابدا اعمل لها لينكج مع بعضها. وفي حاله ما يبقاش في ما اقدرش ان انا اكون سكافولد كامل، بيبقى في جابس ما بين السكافولدز دي، فبالتالي الجابس دي زي ما قلنا انها بتتملي بالان. هتلاقي كده جابس كونسيستنج اوف ان، اللي هي الانون بيزس ار انسيرتد بين كونتنت. تمام؟ يمكن زي ما قلنا ان احنا بنستخدم سورسز كتير عشان نحاول نعمل فيلنج للجاب جابس نهايه. تمام؟ بعد السكافولد، يعني دلوقتي كونت، كان عندي كونتكس وانتقلت من مرحله الكونتكس ان انا كونت سكافولد. بعد كده السكافولد دي انا بعمل لها اسمبلي على الكروموسوم سكيل دي ان اي فراجمنت، بعمل لها اسمبلي تاني، بستخدم الكروموسومز عشان اعمل اسمبلي عليها واكون كروموسوم سكيل دي ان اي فراجمنت فروم سكافولد. طيب بستخدم ده ازاي، او بحاول ده اعمله ازاي؟ ان انا بستخدم ريفرنس جينوم. الريفرنس جينوم ده بيكون ممكن يكون اوت جروب، ومثلا يعني لو انا بشتغل على الشمبانزي جينوم، فبالتالي انا ممكن استخدم الهيومن كاوت بوت جروب ان انا استخدمه في ان انا اعمل كروموسوم اساين. لكن دايما بيقول لي خد بالي، تاخد بالي من السنتين فراجمنتس، او ان يكون في ان الكروموسومز ما تكونش متشابهه مع بعضها. يعني في حاله في الهيومن كروموسوم، الهيومن عنده 46 كروموسوم في حين الشمبانزي 48 كروموسوم، فانا كده عندي 2 كروموسوم زياده، فلازم اخد بالي ده جاي منين. الـ2 كروموسوم الزياده دول هتلاقي عندك ان في احد الكروموسومات اتقسم، الموجود في الهيومن اتقسم وبقى 2 كروموسوم. طيب ناخد بالنا منها كمان، هي ان الاسمبلي بيفترض ان الجينوم دايما بيكون هابلويد، ولكن في حاله لو انا بعمل ديبلويد اسمبلي، فبالتالي انا لازم استخدم سوفت وير تكون يعني سبيشاليزد في الجزئيه بتاعت الديبلويد اسمبلي، زي الفالكون فالكون انزل. يمكن هنا في يعني مثال على الموضوع بتاع الهابلويد والديبلويد، مثلا زي هو المثال اللي هم جايبينه في ان هو جاب كروموسوم فروم ميل كروموسوم فروم فيميل، وبدا عمل لهم الاثنين سيكونسنج وبدا يقارنهم مع الجينوم بتاع الاوفسبرينج
ابتدى يقدر يحدد فين الكونسوم اللي جاي من الميل والكونسوم اللي جاي من الفيميل. تمام، هي دي الجزئيه الخاصه بالديبليت اسمبلي. السؤال هنا هو ازاي انا ممكن اعمل اسس او اعمل اقيم الجمال اسمبلي اللي انا عملته. نمرة واحد ان انا ممكن اعمل realign reads from same species، ان انا اعمل sequencing من individuals الاثنين، يعني اقدر اعرف اذا كان السيكونس الجينوم اسمبلي اللي انا عملته ده كويس ولا لا كمباريزون يعني. وبعد كده ممكن اقدر اعرف الاسم بي والاندكس والفاريانت ستراكشر. كمان الجين كونتنت اللي عندي موجوده جوه الاسمبلي اللي انا عملتها هل كامله او زي ما هي متوقع ولا لا، خاصه لو انا بدات ابص على الهاوس كيبنج جينز او الجينز اللي هي المفروض انها لازم تكون موجوده زي الجلوكوز ديشن والسيتريك اسيد سايكل جينز، حاجات لازم تكون اوريدي موجوده ما ينفعش تكون مش موجوده في الجينوم بتاعي. دي حاجات ممكن اقيم بيها اذا كان الجينوم اسمبلي بتاعي اتعمل كويس ولا لا. كده لو جايب صوره يعني بيقول ان في الانسكتس يعني الجينوم اسمبلي بتاعها او المعمول لغايه دلوقتي بيكون كامل بشكل كبير ما عدا المناطق اللي هي لونها احمر دي، في حين يعني في حاجه زي التشيكن مثلا هنلاقي هنا الدنيا يعني فيها مشاكل شويه في الاسمبلي اللي معمول لها. الاسمبلي مش بس بيتعمل للجينوم، لكن انا عندي ميتاجينوميك اسمبلي. طبعا ميتاجينوميك انا بتكلم على مجموعه من الجينومات ل بكتيريا مختلفة في عن كالتشر بكتيريا موجودة عندي في سامبل مثلا، وببدأ أعمل اسمبلي للإنديفيدوالز اللي موجودة دي أو السبيشيز اللي موجودة دي في سامبل واحد. مش بس الميتاجينوميك اسمبلي، ولكن كمان الترانسكريبتيوم اسمبلي، وإن أنا آخد ار ان اي سامبل والار ان اي سامبل من السي دي ان اي وبنعمل اسمبلي للترانسكريبتيوم، او مباشره اخد الار ان اي زي ما شفنا في النانو تكنولوجي ممكن استخدم الار ان اي مباشره واعمل اسمبلي للترانسكريبتيوم بتاعي واعرف الترانسكريبتس المختلفه زي ما هو موجود في الهيومن. ممكن الاقي في ديفرنت ترانسكريبشن لجين واحد. هنا يعني في النهايه احنا بنتكلم على ممكن نتكلم على بروجكتس موجوده بالفعل مسؤولة عن ما تعمل اسمبلي لعشرات الالاف من السبيشيز زي الفيرتيبريت جينوم بروجكت والبيزد في امريكا الموجود في امريكا يعني، والداروين تري اوف لايف ده بروجكت موجود في اوروبا. الاثنين دول شغالين على انهم يعملوا اسمبلي لالاف بل عشرات الالاف من الاورجانيزمز الموجوده على الارض. ممكن هو بالتحديد هنا بنتكلم على الداروين تري اوف لايف بروجكت وعدد كميه المؤسسات العلميه المشتركه واللي بتمول البروجكت زي ده. بعد كده هو بيديني مثال الاوتبوت من البروجكت الموجوده دي. هنا بنتكلم على الليبرترا سيمبلز وبيكلمني مثلا على انواع، رغم انها كانت في الاول الجينوم بتاعها اتغير لكن الـ N50 الـ scaffold N50 بتاعتها كانت بتبقى زي اللي هي المعمولة باللون الأخضر ده، لكن بعد كده مع وجود التكنولوجي بتاعت اللونج ريد بدأ يظهر عندي scaffold N50 عالية لبعض الأنواع اللي اشتغلوا عليها من البترفلاي والميسز تبع الليبتر. تمام، بعد كده نتنقل لـ الكروموسوم الكمبيوت كروموسوم كونتيكس. وهنا الصورة دي بتوضح لي الكروموسومز 22 كروموسوم مع الاكس كروموسوم للهيومن، وقد ايه هو باين ان لسه في مناطق لسه فيها جابس على الرغم من كل التكنولوجيا الموجودة دي. الجابس دي في الغالب او في بالاحرى دايما بتكون موجودة في مناطق السنترومير اللي بتوصل لاكثر من 1 ميجا بيس بير. لسه المناطق دي فيها جابس ما كملتش يعني. وهنا طبعا الشكل ده بيوضح المناطق السنترومير اللي لسه ما حصلش فيها
فيلنج الجابس اللي موجوده دي يعني. دي كانت المحاضره النظري، بعد كده هنشوف اجزاء البراكتيكال في الفيديوهات الجايه. اتمنى تكون قدرت اعرضلك الصوره شويه في موضوع الجينوم اسمبلي. يمكن البراكتيكال هيكون اهم، وهنشوف بشكل عملي ازاي نعمل اسمبلي زي ما هو كاتب على نوع من انواع البلازميديوم الملاريا، وازاي هنشتغل على الباك بايو في الالومنا، ونعمل نقارن او نعمل بين الباك بايو والالومنا اسمبلي اند موشن، ان احنا نكملوا بعض يعني، ونعمل اسمبلي كيو سي اللي هو الكواليتي كنترول. شكرا لكم وشكرا لكم.